محسن وكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. دكتور عبد الراضي اهلا بحضرتك معانا وشرفتنا. اهلا وسهلا يا فندم، الله يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب، ويعني معلش الجو بارد النهاردة، لكن كان مهم وجود حضرتك معانا النهاردة من خلال بنصبح عليه. لا احنا سعيد جدا بوجودي في هذا البرنامج الذي يحمل من مجرد اسمه نبرة التفاؤل، كما انه يحمل نبرة الحب والتي تتمثل في المبادرة بأن نلقي تحية الصباح على الآخر بنصبح عليك. ومن هنا فإنه إذا كان الجو فعلا باردا شديد البرودة، ولكن دفء المشاعر ودفء العقول والحيوية الموجودة في هذا البرنامج لا شك سوف تجعلنا لا نستشعر شيئا من هذه البرودة القاسية. شكرا يا دكتور، كلمات جميلة، بنشكر حضرتك. نتكلم يا دكتور عن معرض القاهرة الدولي هذا العام للكتاب، هذا المعرض في دورته 47، ويعني عايز أعرف من حضرتك بقى الجديد في المعرض السنة دي. يمكن كل سنة بنحضر هذا المعرض بنلاقي دايما حاجات جديدة، بنلاقي حاجات مختلفة. السنة دي برضو واضح أنه في حاجات جديدة بالنسبة للمثقفين وبالنسبة للمترددين على هذا المعرض. في الحقيقة هذا المعرض هذا العام يحتوي أو يشتمل لأول مرة على وجه مصر الجديد، وجه ما بعد 30 يونيو. هذه الجهود التي بذلت لتحسين هذا الوجه وتقديم الشيء الجديد والمفيد لمصر ولمحيطها العربي والإقليمي بل والدولي. فهذا العام معرض هذا العام ليس مجرد معرض للكتب والإنتاج الجديد من المؤلفات والأعمال الأدبية والفكرية والعلمية، ولكن هذا العام حرص المعرض على أن يبرز وجه الثقافة المصرية الجديدة. صحيح. التي تحاول أن تستحضر وتجتر وتعيد مرة أخرى وجه الثقافة المصرية القديمة. وجه الثقافة المصرية القديمة الذي عندما يجعل الإنسان يقول نحن المصريين علمنا العالم لا يكون مخطئا فيه. فنحن الآن نعيد الفترة فترة المجد السابقة الأخرى، عندما كان أفلاطون هذا الفيلسوف اليوناني يأتي إلى مصر هنا لكي يتعلم منها. وكما قال كل شيء جميل وسامي أنا تعلمته من مصر، فقد كانوا يأتون إلينا في بعثات تعليمية تثقيفية. صحيح. مصر الآن في هذا المعرض تحاول أن تستعيد وتستحضر هذا الدور مرة أخرى. جميل. من خلال هذا التنوع والتعدد الجميل في أنشطة المعرض، فهناك اهتمام خاص بالطفل المصري. كويس. هناك اهتمام خاص بالفن متمثل في فن الجرافيتي هذا العام الذي يوليه المعرض العناية الكبرى، متمثل في دور الثقافة في استعادة الهوية المصرية وفي الدفاع عن الهوية المصرية. كويس. هذه الهوية التي لاحظنا هجوما شديدا عليها بعد 30/6، لذلك الثقافة تقوم بهذا الدور الحيوي الآن في استعادة هذه الهوية. كذلك محور مهم جدا في محاولة تجديد الخطاب الديني من خلال الفعاليات الثقافية في المعرض، خاصة في ملتقى الشباب. هناك صالة تسمى ملتقى الشباب تتضمن تقوم عليها الأستاذة هويدة صالح الأديبة. هذه أو هذا الملتقى يعني يعتني بشكل مخصوص بمسألة خطر استقدام أو استقطاب الشباب للفكر المتطرف، وهذه الندوة سوف أكون مشاركا فيها بإذن الله يوم السبت القادم. يعني الحقيقة حضرتك يعني في دقائق قليلة يا دكتور حضرتك ألقيت الضوء على كذا محور من المحاور الهامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويمكن عايزة أبدأها بالتواصل. يعني حضرتك أشرت أن في تواصل ما بين الحضارة المصرية وتاريخ مصر العريق المشرف، وما بين الكتاب والمثقفين والشعراء
الشعراء يعني ما بين القديم وما بين الجديد، فهذا التواصل مهم جدا، لان علشان نبقى عارفين حاضرنا ويبقى في رؤيه مستقبليه لازم نبقى عارفين تاريخنا الثقافي ايه، فده ايضا جانب مهم. ايضا حضرتك اشرت على الفن، يعني معرض القاهره الدولي للكتاب مش للقراءه فقط، ولكن ايضا الجانب الفني والابداعات الفنيه، وانا يمكن قريت انه في كمان